البعلي رحمه الله، فهو بدر الدين محمد بن علي بن أسباء سلار البعلي الحنبلي، أسباء سلار اسم أعجمي يعني أنه مقدم العسكر وحاجب السلطان كما في معجم الألفاظ التاريخية. ولد في بعلبك سنة 1400، تتلمذ على المحدث اليونيني وعلى تلميذي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهما ابن عبد الهادي وابن القيم. وقد أدرك من حياة شيخ الإسلام سنوات، لكنه لم يأخذ عنه إلا أنه اعتنى بكتبه، فاختصر كتابه الصارم المسلول والفتاوى المصرية وإبطال التحليل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الدرر قال كان إماما عالما عليه مدار الفتوى ببلده. وقال عنه العليمي: الشيخ الإمام العالم العلامة البارع الناقد المحقق. توفي رحمه الله سنة 78 و700.